مارتن هو أسوأ طالب في العصر ده. مبروك على التخرج من الجامعة. هما مستنيينك في السجن فعلاً. اكتبوا الموضوع الجديد. الجامعة للسجين. أنا هفرقكم دلوقتي. أنا خايف جداً. إحنا في السجن. خلونا نطلع. مين عايز يجاوب؟ مارتن، ده أنت تاني؟ ممكن دميان يجاوب المرة دي؟ أنا؟ أكيد لا. طيب يا مارتن، ممكن تجاوب. أنا مش عايز، أنا متكلبش في السقف، مفيش حاجة ممكن أعملها. أنت قوي جدا، خلينا أجرب. الموسيقى هي المادة المفضلة عندي. فعلا؟ لا، ما تخلونيش أخرج العصاية بتاعتي. سيمفونية السجن بسي ميجر. الصوت جميل. وبعد كده الكمانجة بتبتدي. إيه مشكلتها؟ ولاد، وقفتوا ليه؟ سولو ترومبت. أوه، صوته رائع. ده ساوند تراك حياتي. هاي يا ساذج، شكراً إنك جيت. جبت الإجابات الصح؟ عندنا 5 دقايق. أول واحد A، وتاني سؤال C، الخامس ملوش إجابة صح. شكراً يا صاحبي، أنا مدين ليك. ألو؟ إيه؟ الغش ممنوع؟ وبس، آسف يا ساذج. خمن فين؟ في النص؟ شمال؟ يمين؟ هاي، أنت بتغش. يا شباب، وقت التسلية، اخرجوا برا واتمرنوا شوية. يا شباب، الجو رائع، مش هو مسلي؟ ودلوقتي امشوا بالعكس. مارتن، انت مش بتسمعني، انت بس بتلعب بالبوبت. ادهالي. انا هتعامل مع اللعبة دي. اهو، يلا نحدث الكالكوليتر. مارتن، اهو كالكوليتر البوبت الجديد بتاعك، العب واحسب. مين ده؟ أرجوك ما تضربنيش، ساعدوني. لون بشكل متساوي، ما تجيش ناحية الأطراف. اعمل ظل هنا. كلاس الفن خلص. تستاهل A بلس. أشوفك كمان أسبوع. مارتن، لازم تيجي على البورد. طيب. هاي، في قضبان هنا. ميس أشلي، ممكن تخرجيني؟ مش قادر أوصل. مش ممكن تجاوب؟ أنا هديك F. عمرك ما هتوصل للنجاح الأكاديمي. اكتبوا معادلة جديدة. X تساوي Y يساوي مربع الوتر مطروح منه دايرة الوتر. مارتن، أنت بتكتب ملاحظات؟ مفيش ورق تاني؟ لكن أنا معايا إيدي التانية. وأهو الحل. مارتن، خليني أبص. لأ، ناقص نصه. لكن دراعي، أنا هديك درجة قليلة. حاول أكتر من كده. كمبيوتر ساينس 101، المفتاح ده معناه كوبي، وده معناه بيست. ودلوقتي يلا ناخد الامتحان. أوكي، أنا جاهز. الأمر ده؟ لأ، ده بيشغل الشاور. والكود ده بيفتح الأسانسير. كل حاجة غلط. أنا شغلت النور،
افتح الباب وأهو الكود الصح. الأبواب اتفتحت. أوه كوكي، توقيت هايل. أوه لأ، الكوكيز دي رجعتني تاني. مارتن، خطتك فشلت. يلا نعد، أنا بقالي قد إيه هنا؟ وقد إيه فاضل؟ ها؟ إيه؟ مارتن؟ روبرت، خليك هنا. التباشير لو سمحت، أنا هصلحه. دي الطريقة اللي تكتب بيها. اتفرج وتعلم يا مارتن. مس أشلي، أنا جعان. ها؟ تاني؟ أنت أكلت امبارح. طيب، أهو الغدا بتاعك. لأ، أنا مش عايز الهريسة دي. أنا عندي حساسية من الأكل الوحش. طيب، مش مهم. ديليفري بيتزا؟ إزاي ما فكرتش في ده على طول؟ ألو؟ هاي، ديليفري. أهو الشوفان بتاعك. ليه؟ أنا طلبت بيتزا. شكراً على البيتزا يا مارتن. مس أشلي، شوفي الامتحان بتاعك. شيل إيدك، أول حاجة درجتك. واو، أنت نجحت، وهو المفتاح. ممكن تمشي. مس أشلي، شوفي امتحاني، أنا بقيت حر؟ لأ، للأسف أنت سقطت. اتفضل، ممكن بس أديك درجة قليلة. ميس أشلي تشتت انتباهها بمكالمة مهمة. مش هتاخد بالها حتى لو بدلت الخريطة بتاعتها. هاي، أنا فهمت، ده مفتاح الحرية وخريطة كل السجون اللي في العالم. أنا محتاج أخرج من هنا. المفتاح ما كانش حتى مفيد. النهارده ده يوم حظي. يلا نشوف الخريطة. أنا لسه مش حر. أنا محتاج أمشي قد إيه؟ طيب، كان المفروض ألف الخريطة. برر، السجن ده برد قوي. هيكون أفضل لو رجعت للزنزانة القديمة الدافية بتاعتي. يهو، هوم سويت هوم. امسك يا مارتن. اه، بطاقة لعب. كل سنة وانت طيب، أصحابك هنا علشانك. اتفضلوا ادخلوا. كل سنة وانت طيب يا مارتن، شكل اليونيفورم حلو عليك. حفلة هايلة، وهي الهدية بتاعتك. هاي، يلا ناخد سيلفي مع بعض. يا جماعة، سلموا التليفونات بتاعتكم ووطوا صوتكم. كملوا الحفلة. الصوت عالي قوي. ووهو، هاي، حفلة مزعجة. الكل يطلع برا. ممكن تستمتعوا بالهواء الفريش برا. حفلة مسلية قوي. ده كلاسيك جغرافيا. أهو سجن نيويورك، وأهو سجن باريس. سجن لندن في ضباب طول الوقت. السفر حوالين العالم هو حلمي. ده جميل. بتحب إيطاليا يا صاحبي؟ حر جدا. أو بص، ده برج أيفل. السفر مجهد. مارتن، اصحى. أوه، المكان الصح. اصحى وإلا هتاخد إف. كلاسيك كيمياء مهم جدا. امزجوا مع بعض عنصر A. وعنصر B. ها؟ ما تشربهوش يا مارتن. أنا؟ ما أشربهوش؟ اللي تقولي عليه يا ميس أشلي. ده متأخر قوي. إيه؟ أنا ما عملتش. آه!
مستحيل، دي إيديا. على الأقل أنا قوي كفاية إن أنا أحرك القضبان، لكن مش ممكن أهرب، رجلي صغيرة جداً. إنتي سممتيني. عندنا شاب جديد، مارتن، أعرفك على زميلك. أول سنة الأفضل تتمرن. إزاي أطلع من هنا؟ هاي، المعرفة قوة حقيقية. أنا اتخرجت من السجن مع مرتبة الشرف. اتفرج واتعلم. أصحابي، هاي يا شباب، هما في الناحية دي. أوه، هاي، ساعدونا. كم مرة شفت الجرس الأصفر المفضل عند ديميان في الفيديو؟ عدوا، ده صح. قولولنا إجاباتكم في التعليقات، وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، تشتركوا في قناتنا وتضغطوا على الجرس علشان ما تفوتوش أي فيديو جديد مضحك من تروم تروم.